البعض من الناس يظن أن الاعتكاف إذا أراد أن يعتكف العشر كلها، وإلا فلا يحسب له اعتكاف، وهذا خطأ. ولذا على المسلم ألا يحرم نفسه ولو بما قل، لو كانت ليلة، لو كان يوما مثلا من غروب الشمس من أذان المغرب إلى أذان الفجر، أو من أذان الفجر إلى غروب الشمس، فإن زاد فهو خير له، لكن لا تحرم نفسك هذه العبادة ولو قلت، سواء كان يوما بليلة أو كان يومين أو ثلاثة أو أربعة.